اليوم في إطار إعادة تهيئة ديال حي غوتي، كانت واحد الزيارة مبرمجة مع السيد الوالي والسيد العامل باش نعطيوها المشاريع اللي كنوجدوا هنايا في هاد جريدة والمارشي، ولكن هذا الاجتماع ما تمش. اذا لكوننا خاصنا نوريو هذه المشاريع في واحد الاطار، يعني ماشي في يعني في المكتب وهذا. وتم تبرمجت الاجتماع ان شاء الله نهار الجمعه في مقر الولايه لكي نعرض على السيد الوالي والسيدة الرئيسة والسيد العامل ومجموعة من المسؤولين المشاريع اللي كاينة إن شاء الله هنايا في هاد الساحة هذه. غادي نقول لكم زعما هادو في طور الدراسات، والمشاريع مازال ما وافقش عليها لا السيد العامل ولا السيد الوالي ولا السيدة الرئيسة. إذا منين غادي تكون غادي نوصلوا لمرحلة ديال مجلس المقاطعة غادي نعرضوها على باقي المستشارين. يعني ما كاين انفرادية في اتخاذ القرار؟ ما كاين حتى شي انفرادية، هادشي داخل في إعادة التهيئة ديال الحي. إذا اللي هو خاضع اللي خاضع لجنة التعمير واللي خاضع المجلس راه كيخضع، واللي ما كيخضعش راه ما كيخضعش، والقوانين باينة والحمد لله حنا خدامين. وهذا الحي هذه أكثر من 30 سنة وما عرفش حتى شي إعادة تهيئة. كاين بعض المستشارين اللي هذه أكثر من 15 سنة وهما في مجلس مقاطعة سيدي بليوط وما عمر حتى شي أشغال دارت في هذا الحي. الحمد لله هذا الحي عرف واحد تحول جذري في جميع أزقته، لا من ناحية ديال الأرصفة ولا من ناحية ديال الأزقة ولا من ناحية الإنارة ولا من ناحية ديال المساحة الخضراء ولا أي حاجة كتتعلق بإعادة التهيئة ديال هذا الحي، راه طرقنا لها والحمد لله حنا غاديين مازالين في هذا الاتجاه. وسيدي ربي كيعاوننا وكنتمنى للجميع التوفيق والنجاح.